التأكيد على ضرورة التواصل لحلول سياسية شاملة، هذا ما أجمعت عليه الأصوات الدولية حيال الأزمة الليبية، حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة التواصل لتسوية سياسية شاملة داخل ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تزيد من تفاقم الأزمة. أبو الغيط وخلال مشاركته في الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والذي عقد عبر تقنية الفيديو، شدد على أهمية التوصل لحلول سياسية شاملة لتسوية كافة الأزمات العربية سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن. وزير الشؤون الخارجية التونسي ووفقا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة قال أنه من الضرورة الدفاع عن وحدة الدول العربية كافة والحفاظ على سيادتها والالتزام بالتسويات السياسية للأزمة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، وأضاف إلى أن التسوية السياسية للأزمة الليبية تتم عبر تكاثف الجهود من أجل تحقيق التسوية السياسية المنشودة في إطار حل سياسي ليبي طبقا لقرارات الشرعية الدولية. هذا وطلب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤوليته لاستعادة السلام في ليبيا، مضيفا حسب ما نقلت قناة العربية الإخبارية أنه لابد من استثمار الحوار السياسي للتوصل لحل تفاوضي ودائم للأزمة الليبية، ولفت إلى أن عملية إيرني ستساهم بشكل كبير في جهود التهدئة، داعيا إلى ضرورة استمرار العمل من أجل تعزيز الوجود الأوروبي في المحيط الليبي.